يا مبروك. تاني حاجة اقول لي كده على سكواش المصري. الله يبارك فيكي، والله مبسوط ان انت دايما متابعه سكواش وكده، فحدث جميل منكم يعني، وان شاء الله تفضلوا معانا على طول. ماتش النهارده كان صعب جدا يعني، برضو احنا اول 8 لعيبه في العالم، فالماتشات كلها صعبه، مفيش اول ماتش وتاني ماتش، لا كله صعب. بنحاول قد ايه ان احنا نكسب 2-0 يعني، عشان ناخد نخلص بالظبط، ناخد نقط اعلى يعني، بعد كده تقدري تريحي. احنا في اخر الموسم خلاص، اخر بطوله في الموسم كله بيبقى اللي هو لو في قرص كده اتاخدت في الماتش، خلاص اللعيب التاني بتحس ان هو خلاص بقى انا عايز اصيف وبتاع، فيعني بنحاول نلعب على دي وان شاء الله ربنا يكرمنا. الماتش كان قوي جدا، بكتر حد قوي بيلعب كويس جدا، وانت من الناس اللي بتبذل مجهود كبير جدا في الملعب. بعد الماتش حصل بين حوار كده كان لا مفيش، بس هي كان بس لما تعمل اللي هو الباور بلاي دي، النقطه بنقطتين دي اول مره تتحسب عندنا يعني في السكواش. فبس هي الكوره انا لعبتها على طول، هي بتخلص الكوره على طول الناحيه الثانيه من السيرف على طول، فهو بص لي وضحك على طول، فانا اول ما ضحك انا ما شفتش الكوره تاني، قلت خلاص الكوره خلصت يعني، اصل هو لو كده ياخد الكوره ويمشي. فبس يعني انا قلت كوره صح، بعد كده بيبص بره كوره صح كوره صح كوره صح، مدربي بيقول كوره صح، انا قلت خلاص كوره صح يعني، بعد كده بقول له بعد كده، بس الحكم في الاخر يعني قال ان الكوره ده وانه شافها وكده بتاعه، وانا خلاص يعني انا قلت له مش هاخد حقك يعني، لو الكوره كده هتتشاف على طول في السكرين وكده، فده انا كنت بحاول اوضحه له، هو يعني اقتنع في الاخر بكده وتمام. في الشوط الاول انت كنت مسيطر بشكل كبير في الماتش، الشوط الثاني هو اتقدم عليك شويه، ازاي عرفت ان انت ترجع للتركيزه تاني وتكمل؟ والله الفكره ان احنا بنعمل يعني نظام جديد قوي في السكواش، اللي هو انا كنت كسبان 6 3 نقطتين ورا بعض، بقيت 7 6، فالموضوع مختلف جدا، بنكون ماسكه مسيطره على الماتش، رتم الماتش كامل، بعد كده مره واحده حصل 7 6 من نقطتين بس، فهي غريبه جديده مش متدرب عليها حاجه كتير يعني في نفس البعض. والله انا مش عارف قوي، بس ما يعني ما اعتقدش ان هي هتكون، هي تجربه جديده، بس ما اعتقدش ان هي اللعيبه ممكن توافق بيها، عامه ان هي صعبه جدا، محتاجه ريسك عالي قوي قوي قوي، وممكن تكوني كسبانه ومتالقه في الماتش وبعد كده مره واحده بس خلاص كده النقطتين خلصوا يعني. ف بنحاول نتعود على البطوله دي، هنعمل ايه؟ ازاي هتستعد لبقيه الماتشات بقى؟ والله يعني بنحاول نريح نفسنا قد ما نقدر، عندي ماتش بكره ان شاء الله مع ديجو الياس، ماتش رخم جدا، ان شاء الله نحاول نخلص عشان يعني ربنا يوفقنا يعني، ونلعب بعد كده نريح يوم، بعد كده نلعب تحصيل حاصل بقى، هيبقى خلاص تأهلنا السيمي فاينل. فماتش بكره هيبقى مهم جدا بالنسبه لي، ان هو ما تصعدش الامور لاخر ماتش، خليها يعني تخلص بكره ونخلص، فان شاء الله خير يعني، ونكمل طول على خير ان شاء الله. مصطفى انت ايه الفرق بين الماتشات اللي بتبقى هنا في مصر والماتشات اللي بتبقى بره من ناحيه الجمهور؟ هنا بس ايه ناس اكتر بتتعب؟ طبعا لا يعني جمهور مصر وخصوصا يعني جمهور النادي الاهلي على طول ورايا على طول في ظهري في اي حته بيكون موجود يعني، قبل ما العب سكواش انا بلعب كوره في الاول وفي الاخر، وواحد من الجمهور قبل ما اكون لعيب او اي حاجه يعني، انتماء النادي الاهلي وعيلتي كلها حلوية على طول في المدرجات، فحاجه بتدينا بونس يعني، وبشكر جماهير النادي الاهلي على الدعم الفتره اللي فاتت دي، فتره كانت صعبه، فتره كانت كبيره، ضغوطات عليا كتير، بس هم يعني طلعوني من ده، وقدرت ان انا بعد الايقاف اللي حصل كنت نمره واحده العالم، بعد الايقاف قدرت ان انا العب تاني، وحاجات بقيت اوصل لحاجات نهائيه بعد الايقاف دي، كان بالنسبه لي دفعه كبيره، فبشكرهم جدا على الدعم ده، وان شاء الله هرجع لمكاني الطبيعي. خليت الناس تتابع اصلا سكواش، وخليت الناس تتفاعل اكتر مع سكواش على السوشيال ميديا وكده عشان جمهور الاهلي، فانت ازاي شايف اهتمام السوشيال ميديا بالسكواش تحديدا في الفتره؟ طبعا يعني هو الحمد لله يعني الحمد لله، هي يعني كان في بول شويه من الجماهير كلها على السكواش يعني الفتره الاخيره، وهو يعني مجرد اسم النادي الاهلي بس في اي حته هو بيجيب الناس كلها يعني، مجرد النادي الاهلي بس ان احط شعار في اي حته، هو ما شاء الله يعني زي ما شفنا التصنيف العالمي الجديد لسادس على العالم، النادي الاهلي اسم كبير جدا، الناس كلها هي اللي تجري وراه، ف يعني انا فخور ان انا انتمي لواحده من المنظومه الكبيره دي، وبشكر مجلس الاداره على الدعم وكل الجماهير يعني. شكرا شكرا. Thank you.